السلام عليكم ورحمة الله، سعيد بلقائكم وبالتجديد بلقائكم مع موضوع حيوي تحت عنوان حقوق الملكية الأدبية أو الفنية. حقوق الملكية الأدبية أو الفنية، وهذا كي تعتبر داخل في النظام القانوني للتاجر، وجات وفق آخر المستجدات ديال القانون والاجتهادات القانونية، الاجتهادات القضائية، أنه شروط اكتساب صفة تاجر الأعمال التجارية هي يا إما متعلقة بالالتزامات ديال التاجر أو الأصل التجاري ونظام المقاول الذاتي أو نظام المقاول الذاتي. كذلك هذا حقوق ديال التاجر، يا إما هو داك الاكتساب ديال التاجر الأصل التجاري وهو اللي كيهمنا، وهاد العناصر ديال الأصل التجاري شفناها في واحد العرض سابق، قلنا أن العناصر ديال الأصل التجاري هي عناصر تنقسم بدورة إلى عناصر أساسية وعناصر ثانوية. العناصر الأساسية هي اللي معروفة، هي السمعة، الزبناء والسمعة التجارية، في حين أن العناصر الثانوية تنقسم بدورها إلى قسمين: عناصر معنوية وعناصر مادية. وإذ مهم، قلنا أن عناصر الأصل التجاري تنقسم إلى قسمين: عناصر أساسية وعناصر ثانوية. العناصر الأساسية هي الزبناء والسمعة التجارية، في حين أن العناصر الثانوية تنقسم دورة إلى قسمين: هناك عناصر معنوية وعناصر مادية. العناصر المادية هما الأثاث والمعدات والبضائع، في حين أن العناصر المعنوية هي حقوق الملكية الصناعية أو الشعار أو الحقوق الملكية الأدبية أو الحق في الكلاء. طيب، هنا اللي كيهمنا هو في هذه الحقوق اللي هضرنا، هذه العناصر الأصل التجاري اللي داخل فيها هذه الحقوق ديال الملكية الأدبية أو الفنية. إذن حيت ما كنعطوش على المؤلفين بزاف، وفي هذا أنا خليت أنه ولكن القانون اللي كينظم هذه الحقوق ديال المؤلفين فيما يتعلق بالحقوق الملكية الأدبية أو الفنية. فحقوق المؤلفين على مصانفتهم إلى سنتهم، سواء على مصانفاتهم الأدبية والفنية، هي محمية قانونا من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات خاصة، إلا أنه باعتبار أن الابتكار الأدبي والفني عملا مدنيا بالنسبة إلى المؤلف والفنان، فإن الذي اللي كيعنينا هنا هو حقوق استغلال هذه المصنفات عندما يتم تقويتها إلى الغير، أو يتم تفويتها إلى الغير. مثلا دار النشر تقوم على طبع المؤلفات المختلفة وبيعها بقصد تحقيق الربح. ملي كنهضروا على دار النشر كنهضروا على مقاولة، يعني هي ملي غتاخذ الكتب باش تنشر هاد المؤلفة الكتب هي كتسعى للربح. فهذه الحقوق تعتبر عند وجودها من العناصر المعنوية، هما اللي تكلمنا عليهم. إحنا قلنا العناصر الأساسية والعناصر الثانوية، وقلنا العناصر الثانوية بدورها تنقسم إلى قسمين: عناصر معنوية هي اللي قلنا حقوق الملكية
والشعار والحقوق الملكية الأدبية أو الفنية، ثم الحق في الكلام. هنا هاد المحور اللي دخلنا هنا ديال الحقوق الملكية هنايا هو اللي كنهضروا عليه دابا. قلنا أنه مثلا في دار النشر تقوم على طبع المؤلفات المختلفة وبيعها قصد تحقيق الربح، المقاولة، حيت هذه المقاولة كتسعى إلى الربح. فهذه الحقوق تعتبر عند وجودها من العناصر المعنوية الأساسية للأصل التجاري. إذا من كيكون هذا عنصر كندخلوه في العنصر ديال المعنوي الأساسي ديال الأصل التجاري، ويمكن أن تنتقد ملكيتها مع ملكية الأصل عند تفويته. إذا ملي كنبيعو داك فوند كوميرس غنبيعو التفويت، كتمشي معاه على الحقوق ديال الملكية الأدبية والفنية. علاش؟ لأن حنا كنتكلمو في قانون، وهذا فقط أخضع القانون أو أخضع المشرع هذا النوع من الملكية بالنظر إلى طبيعتها الخاصة، إلى القوانين التي تحكمها عملا بالفقرة جوج من المادة 90 من مدونة التجارة، التي نصت على أنه كما أن حقوق الملكية الأدبية والفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية فيما يخص انتقاؤها. أريد أن هاد التفويت ديال هاد الحقوق الملكية الأدبية والفنية اعتبرها المشرع في طبيعتها الخاصة هي قوانين كتحكمها عملا بالفقرة جوج من المادة 90 من مدونة التجارة، التي نصت عليها، التي نصت على أن الحقوق الملكية الأدبية والفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية فيما يخص انتقاؤها. وهذا التشريع هو القانون رقم 002 أو 02 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واللي تم تعديله بمقتضى القانون رقم 3405 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف ديال 1/5/192 ديال 2006، وبالضبط بتاريخ 14 فبراير 2006. والقانون رقم 79/12 الصادر بتنفيذه الظاهر الشريف رقم 1/14/97 اللي جاء في سنة 2014، هنا كالاستثناء أنه ما يمكن إثارته هو أن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم يعمد إلى الإشارة صراحة إلى انتقاء الحقوق الملكية الأدبية والفنية عند انتقاء الأصل التجاري بطرق الانتقال العادية وفي الأحوال المادية، وإنما تناول الموضوع من زاوية فسخ الأصل التجاري بطرق الانتقال المادية، وهي الأحوال المادية، وإنما تناول الموضوع من زاوية فسخ عقد النشر في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته، وهذا جاء في المادة 49. أريد أن الحقوق الملكية الأدبية
أو الفنية هي اللي اعتبرناها داخلة في العناصر الثانوية، والعناصر الثانوية مع العناصر الأساسية هي اللي كتمثل لنا العناصر ديال الأصل التجاري. إذن أريد أن العناصر ديال الأصل التجاري كتنقسم إلى قسمين، عناصر أساسية هما الزبناء والسمعة التجارية، وهناك عناصر ثانوية، والعناصر الثانوية تنقسم بدورها إلى قسمين، وهناك عناصر معنوية وعناصر مادية. العناصر المادية هي البضائع والمعدات والأثاث، في حين أن العناصر المعنوية وهي اللي كتعنينا، اللي فيها الحقوق ديال الملكية الصناعية والشعار، والحقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو حق الكلام. إذا أنا صرت هنا حقوق الملكية الأدبية أو الفنية، هذه الحقوق الملكية الأدبية والفنية هي اللي كنا كنهضروا عليها دابا، وقلنا بأنها هي محمية قانونا من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء خاص، وذكرنا بأن المشرع أن خضعات المشرع خضعها لواحد النوع من الملكية بالنظر إلى طبيعتها الخاصة، إلى القوانين التي تحكمها عملا بالفقرة جوج من مادة 90 من مدونة التجارة. كذلك أن الموضوع راه في هذا القانون ما تناولوش مباشرة، ولكن تناولوا من واحد الزاوية ديال أن في حالة من زاوية فسخ العقد، عقد النشر في حالة الإفلاس أو إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته. وأظن بهذا المفهوم وصلنا للنهاية ديال الموضوع، سرد أو تحليل الموضوع. وما يبقى لي إلا أن أتمنى لكم أمسية سعيدة، وشكرا لدعمكم وإنصاتكم، وإلى لقاء جديد إن شاء الله.